يعني اليوم لازم نتطرق لهذا الجانب، لأنه كتير مرات اللي بيدير باله على شخص مريض هو بده حدا كمان يدير باله أكيد. عليه. أكيد. ولكن بداية خلينا نبدأ أنه نحن شو السلوكيات اللي نتوقعها من مريض الألزايمر بالمراحل المختلفة حتى ما نستغرب منها، وكيف لازم نتعامل يعني حتى بدنا نقول مع هاي المراحل. هلا نحن بداية أول ما الشخص يشخص بأنه صار معه ألزهايمر أو ديمنشيا هو خبر كتير صعب، لأنه هو مرض تطوري، فأكيد الطبيب بيتطرق لموضوع أنه هذا المرض نحن ما رح نكون قادرين على إيقافه أو إيقاف أعراضه. الإشي الوحيد نقدر نعمله أنه مع العلاج الصحيح بنقدر نبطئ هاي الأعراض. فالمشكلة اللي بتصير مع الأشخاص بداية اللي هو الاكتئاب، لأنه أكيد نحن بس نبلش نخسر قدراتنا العقلية أو قدراتنا الجسدية، هذا الإشي رح يسبب لنا شعور بالنقص وشعور بالاكتئاب، خصوصي أنه هدول الأشخاص كمان رح يخسروا جزء من هويتهم الشخصية. يعني هم عارفين أنه مع الوقت رح يخسروا ذكرياتهم، معرفتهم بنفسهم، كيف هم بيعرفوا عن حالهم وكيف الأشخاص الآخرين بيعرفوهم. فهذا الإشي بيؤدي أنه الأشخاص يطوروا مرض الاكتئاب أو يصير في عندهم أعراض اكتئابية في بداية المراحل لما يكون لسه في عندهم وعي. للأسف لقدام ببلش يصير عندهم قلق أكتر، لأنه نتخيل حالنا نحن كأشخاص، أنا مش متعرف على المكان اللي أنا فيه، مش متعرف على الانعكاس تاعي على المراي، مش قادر أتعرف على أبنائي لحتى لما يحكوا لي إن هم أبنائي. أكيد هذا الإشي راح يسبب لي توتر كتير عالي، خصوصي إذا هدول الأشخاص عم بيحاولوا يقربوا علي لحتى يقدموا لي الرعاية، يحاولوا يدخلوني على الحمام مثلا او يحاولوا انهم يطعموني غصبا عني. انا مش قادر افهم ليه كل الناس عم بيكونوا بالمساحه الخاصه تبعتي، فبالتالي بصير في عندهم اعراض للقلق كثير عاليه، ويعني بيؤدي هذا الشيء لحتى انهم يصير في عندهم سلوكات عنيفه، استعمال يمكن كلمات نابيه اكثر. وهذا الشيء طبعا صعب كثير على مقدم الرعايه، لانه الشخص قدامهم ما بيكون بنفس الشخصية اللي هم يعني بالعادة بيعرفوها. صح صح. وعادة الصعب بعتقد لما بتنقلب الأدوار، يعني الواحد بيكون متعود إنه أبوه أو صحيح. أمه هو اللي مسؤول عنه، بعدين بهاي المرحلة بصير هو عامل، بصير أبوه أو أمه زي هو البيبي وعم بيعتني منه عليه، بيعتني فيه سوري، وهاي لحالها صح. مش سهلة. طب خلينا نقول كيف لازم نتعامل مع مريض الألزايمر يعني بهاي الحالة، لما يصير ما بيعرف الناس، لما يصير يعني كمان هاي كتير صعبة. أكيد. هلأ هو صعب بكل الأحوال، بس يمكن بكون في طريقة تعامل أو أبروتش معين يمكن يخلي النوبات الغضب أو القلق تكون أقل عند مريض الألزهايمر. يعني لازم نعرف الأوقات المناسبة لإلهم، بحيث أنه ما في إله داعي يكون في مثلا زوار في فترة المساء، ما في داعي نطلعهم من البيت بفترة المساء، هم لأنه المساء بتضايقوا، المساء بصير في عندهم مود سوينجز أكتر أو تغيرات مزاجية أكتر مع غروب الشمس، فنتفادى هاي الفترة مثلا. بنقدر قبل ما نقرب نحن عليهم لحتى نقدم لهم الرعاية، نعطيهم زي الخطوات اللي نحن رح نعملها. يعني مثلا أنا هلأ رح أمسك إيدك، أنا هلأ رح أقومك، أنا هلأ رح أقعدك، رح يساعدنا كتير لو كان الشخص من الأساس عارف أنه معاه ألزهايمر. لو هو بيعرف أنه هو معاه ألزهايمر من الأساس، أنا بقدر أذكره بكل مرة هو بصير في عنده قلق أو توتر أنه مش مشكلة أنت صار معك زهايمر، أنا بنتك أنت ناسيتيني مثلا. عادي. بهاي الحالة في أشخاص بزبط معهم هاي الحركة، في أشخاص هذا الإشي رح يزيد لهم القلق للأسف، لأنه في عندنا كتير أشخاص كبار في العمر في عندهم زي وصمة اجتماعية نحن عندنا إياها، وهذا الإشي اللي نحن حاليا عم نحاول نشتغل فيه مع جمعية العون ومع فاميلي فليفرز، إنه نقلل من هاي الوصمة، إنه بكونوا غير قادرين على استيعاب التشخيص لإلهم وبيعتبروه نوع من أنواع الجنون وهم مو قادرين يستوعبوه. فبالتالي ما كل ما نحكي لهم هاي المعلومة إنه أنت معك ألزهايمر، هذا الإشي بيزيد من عصبيتهم، فإحنا بدنا نكون انتقائيين حسب كل حالة وفرديتها. يعني مش ضروري نقول له معك ألزهايمر، يعني ممكن نقول أنا فلان مثلا، إن أرجع أذكره إنه هو ناسيني. لكل حالة طبعا شكل، في حالات يمكن يتقبلوا انه معهم ألزهايمر فبنقدر نستعمل هذا الشيء ليقلل من القلق عندهم، في حالات اخرى ما بيكونوا يتقبلوا هذا الشيء، فبنحاول نتفادى كليا انه نستعمل هذا المصطلح. طيب هلا لما يوصلوا للمراحل الاخيره اللي هم ما بيعرفوا حدا، وفي ناس بيقول لك انه بطلت ازوره، ما انا لو بدي ازوره ما رح يعرفني، شو بتقولي؟ صراحه هم بتذكروا اصوات، يعني الذكريات بتروح وبتيجي، يعني مرات صوت بيرجعهم، مرات بكونوا ناسين الشخص بأولها بس مع تكرار شفت هذا الشخص بصيروا بيرجعوا زي الرابط، بكونوا عارفينهم بحبوا شخص معين يمكن ما يتذكروا هو مين، فهذا الشيء رح يقدر يساعدهم انه يهديهم، خصوصا الاشخاص اللي دائما حواليهم، اطفالهم اللي كانوا دائما يشوفوهم بشكل مستمر، افراد العائله، هذول الاشخاص بيساعدوهم انهم يقللوا من القلق او الشعور بالغربه اللي هم عندهم اياه. هلا مرات الموسيقى اذا كانوا مثلا مش تقولي اصوات، الموسيقى ممكن تساعد انها تخفف او تريحهم تسعدهم.
اكيد. هلا عشان هيك دائما مقدمين الرعايه نحكي احنا عندنا بالثقافه العربيه بكونوا بالعاده من الاولاد، فبكونوا هم عارفين شخصيه الاهالي، فيمكن شخص معين بتكون الموسيقى هي اللي بتساعده، شخص اخر القران، فاحنا حسب ايش الاشياء اللي كان يفضلها الشخص لما كان قبل ما يصاب او كان بكامل قواه العقليه، نحن بنلجا لهذا الشيء لحتى نستعمله اكثر لحتى نهديه. بيوصلوا لمرحله انهم يتضايقوا من مثلا الناس تمسكهم تحضنهم او تمسك ايدهم، ممكن يوصلوا لهي المرحله؟ اكيد، لانه هم مش متعرفين على الشخص اللي عم بيقرب عليهم. يعني نحن نتخيل لو احنا مكانهم، انا حدا هلا ما بعرفه عم بيقرب على مساحتي الشخصيه، فاكيد هذا الشيء رح يضايقني ورح احاول اقاوم هذا الشخص، يمكن ادفشه، يمكن اصير عنيفه، لانه انا ما بعرف مين هو اللي عم بيحاول يقرب علي. المشكله الثانيه اللي يمكن تصير معاهم انه هم عندهم الادراك بيختلف، فلما يختلف عندهم الادراك للاشياء اللي حواليهم، يمكن انت اذا شايفه هذا الشيء كنباي، هم شايفينه حدا قاعد معاهم، فهي هلا متضايقه انه مين الشخص الغريب اللي قاعد معي، مع انه ما في حدا قاعد. فادراكهم للاشياء الجماد المتواجده حواليهم، النظر عندهم بنأذي، فبالتالي هم ايش بشوف الاشياء بتختلف عن احنا ايش شايفينهم. طب شو اكثر شيء بيحتاجه مريض الالزهايمر؟ هو العناية صراحة لمرحلة من المراحل، للأسف يمكن يلجأوا للمهدئات والأدوية لحتى يقدروا يساعدوا مقدم الرعاية عنه يقدم لهم أفضل رعاية ممكنة، لأنه عشان زي ما ذكرنا سابقا أنه بصيروا شوي عنيفين. طب بحس أنا أنه لازم يشعر بالحب، أكيد. كيف نقدر نعبر له؟ يعني إذا هو مو عارفني وما بقدر أمسكهم، يعني كيف بدي أعبر لهم أني أنا معاكم بحبكم؟ يعني بفكر هاي الأشياء لسه هو بيستوعبها، أكيد بيشعر فيها. أنا دائما بحكي أنه المرضى الزهايمر بالمراحل المتقدمة هم مشابهين أكثر للأطفال. يعني ما أنا عندي البيبي كمان ما بيفهم أنا لما أحكي له أنه أنا بحبك، بس بيفهم لما أنا أحضنه، لما أدير بالي عليه، لما أطعميه، لما يحس أنه أنا دائما موجودة إذا هو متوجع. فنفس الإشي الأشخاص الكبار بالعمر لما يصير معهم الزهايمر، يعني بيكونوا قادرين يعرفوا من الشخص اللي بحبهم من خلال التصرفات ومن الشخص اللي ما بحبهم. طيب نيجي هلا للاشخاص اللي بيعتنوا بمرضى الالزهايمر، لانه دائما يعني انا شخصيا بفكر فيهم بقول يعني الله يعينهم اللي عم بيقوموا بهذا الدور، مش سهل. اكيد. كيف بنقدر يعني هو اول شيء نيجي للاشخاص اللي بيديروا بالهم على مرضى الالزهايمر، شو لازم يفكروا؟ كيف لازم يديروا بالهم على حالهم؟ هل لازم يطلبوا مساعده من حدا لو معنويه نفسيه او دعم بالقيام او مساعده باشياء؟ هو صراحه المساعده لهم يعني ما لازم يكون مقدم رعايه شخص واحد لمريض الزهايمر، لازم يكونوا عدة أشخاص، لأنه هذا شغل دوام كامل. يعني هو من لما يصحى لحد ما ينام هو عم بيعتني بنفس الشخص، ما بيكون قادر يطلع من البيت، ما بيكون قادر يمارس حياته بشكل طبيعي، لازم يكون شخص متفرغ بشكل كامل مع القلق المصاحب لإله، وللأسف مع فكرة أنه هو شايف شخص عزيز عليه عم تتغير شخصيته أو عم تتغير قدراته العقلية والجسدية، فبالتالي هو صعب عليه عاطفيا وصعب عليه جسديا أنه يقوم بهذا العمل لحاله، فهو بحتاج قرية نوعا ما الموضوع. يعني لازم يعترف اللي بيعتني بمريض الألزهايمر، لازم يعترف أنه أنا بحاجة أدير بالي على صحتي النفسية والجسدية. أكيد. طب نحن مثلا إذا شفناهم مرات بينسوا حالهم، يعني في كتير ناس بتفانوا بالعناية بأهليهم، إحنا كيف لازم يعني إذا إحنا بنعرف حدا من هدول الأشخاص كيف لازم نتقرب عليهم؟ كيف لازم نعرفهم؟ كيف لازم نساعدهم؟ هلا للاسف لما نعرف انه شخص عم يعتني بشكل او دوام كامل بشخص معين، تدريجيا نحن بنبطل نعزمهم على الاشياء الاجتماعيه لانه بنعرف انهم دائما مشغولين، فاكيد بنهايه اليوم هذا الشيء بيحز بنفس الشخص او بتضايق انه حتى بطل حدا يحطه في عين الاعتبار وبطل في له اي نوع من انواع الدعم الاجتماعي من الاشخاص اللي حواليه. فاهم شيء انه احنا دائما نتاكد انه نقدم هذا الدعم الاجتماعي، ما نحاول ندخلهم بالانشطه الثانيه الخارجيه، او نحاول ناخذ عنهم بعض الايام بالعنايه بهذا الشخص لحتى هم يقوموا بالعنايه بانفسهم. شكرا لك ساره مهداوي اخصائيه علم النفس العيادي، شكرا. عفوا.